مش باغي ترد الاعتبار البدو الزاكي بعد تجربة مع اتحاد طنجة لم تعمر فيها طويلا على المستوى الوطني أقول، لأنك يعني لديك كانت بعدها تجربة هناك في الجزائر أكثر من مشرفة يعني، ولكن على المستوى المحلي مع الأندية الوطنية في البطولة الوطنية ربما لم تدم يعني فترة تدريب اتحاد طنجة لما كان يصبو إليه بدو الزاكي. وكتعقل أنا حاورتك في ابن بطوطة، قلت لي لعبوا على الألقاب ويعني لدينا مشروع على مدى سنوات، ولكن الأهم من ذلك أنك تبني فريق تنافسي. فللأسف يعني مدة 3 أشهر على ما اولا أعتقد ثم الرحيل. باش غادي ندوي على رد الاعتبار بدو الزكي، فالزكي بدو الزكي الاعتبار تاعو كيردو للتاريخ ديالو والارقام اللي كاينه، سواء كلاعب سواء كمدرب. بالنسبه لاتحاد طنجه، فاتحاد طنجه كان مشروع ديال تكوين فريق تنافسي، فريق يلعب على البوديوم ولما لا ينافس على اللقب. نعم وتنظن المشروع اشرفت عليه انا وكونته انا بالتنسيق مع الاداره. من طبيعة الحال البطولة أو الأهداف ما كيمكن لكش تحققها في 8 ديال المباريات، الأهداف كتحقق موسم في لافان ديال الموسم. نعم لهذا وكانوا بعض الأمور اللي تنظن اللي خلتني نكون مقتنع، وحتى المكتب يكون مقتنع باش يمكننا نفاصلوا. وتنظن العمل اللي قمت به الفريق مشى في ديك الصحة وحصل على اللقب.